هاي، ازيكم يا حلوين؟ عامل ايه؟ رب تكونوا دايما بخير وفي افضل حال. اهلا بيكم في فيديو جديد من حكايه بنات. فيديو النهارده هحاول اعمله بدون مونتاج علشان بس ان انا انجز وانزل لكم الفيديو بسرعه ما تاخرش عليكم اكتر من كده. الفيديو هيكون عن ادوات اجهزه كهربائيه، زي ما عملت لكم قبل كده ووعدت لكم ان انا هصورها لكم. فان شاء الله الفيديوهات الفتره الجايه هتكون عن اجهزه كهربائيه، جايبه لكم مكوه ومروحه. إيه هنشوف تختاريها على اساس ايه، وحاجات كتيره وانواعها من كل حاجه. بس بليز قبل ما نبدا الفيديو، اللي بيشوفني لاول مره يشترك في القناه ويفعل الجرس، كمان اعملوا لايك للفيديو. يلا بينا نبدا. ايه هبدا لكم الاول بالمكوه. سون جايبه المكوه اللي هي فيليبس. بصوا، في انواع كتيره كويسه، يعني في فيليبس وفي باناسونيك. بس الباناسونيك اللي هي برضو بخار، مش اللي هي المكوه التقيله دي، ما عادش حد بيجيبها يعني، وما عادش يعني في حاجات كتيره احلى. يعني ليه هتتعبي نفسك في مكوه تتعبك على الفاضي؟ انا جبتها لون الموف. انا بصراحه في الاول كنت بختارها على اساس اللون، لان هي عند اختي وكانت عاجباني جدا يعني، بس بتاعتها لونها اورنج اللون. وبعد ما اخترتها عرفت ان هي كل لون بيكون ليه وات معين. المواصفات بتاعتها، اول حاجه الصناعه بتاعتها، هي ميد ان اندونيسيا، هي صناعه اندونيسي لو واضحه كده. والوات بتاعها 2300 وات، فده وات عالي وكويس جدا. مش عارفه في اعلى ولا لا بصراحه، بس انتي بتجيبي، لو هتجيبي نفس النوع اسالي لو في وات اعلى ولا لا. والمواصفات بتاعتها كلها مكتوبه عليها، مش هنضيع وقت كتير يعني. هي فيها البخار وفيها كل حاجه، والاماكن برضو اللي هي علشان وانتي بتعملي مثلا في زرار او حاجه يعرف يدخل ما بين الزراير وكده. فهفتحها واوريها لكم بسرعه. هي بصراحة أكتر حاجة عجبني فيها اللون زي ما قلتلكم. طبعا أنا بفتح الحاجة معاكم لأول مرة، وخاصة في الأجهزة أنا ما كنتش فتحتها قبل كده. تيجي بالشكل ده، لونها حلو قوي. عايزة أقولكم برضو، لو هي من هنا في زرار واحد يبقى هي كده ناقصها اوبشنز حاجات تانية، لان في حاجات بتكون بزرار واحد فمش بتكون ان هي بتطلع بخار مثلا. في بيكون رش بس، وفي بيكون رش وبخار. فانتوا لو واخدين بالكم هنا هتلاقوا واحد عليه البخار وواحد عليه اللي هو بيرش ميه. وطبعا ده المكان اللي بتضيفي منه الميه، والمفروض انها تكون ميه من الفلتر علشان ما تعملش انسداد مثلا في الاماكن اللي هي بتطلع الميه زي هنا او في الاخرام اللي تحت دي. بس هي نوعها كويس وعن تجربه يعني حلوه جدا. مش عارفه بصراحه هيكون سعرها كام دلوقتي، ان انا جايباها من فتره طويله. بس كفايه ان انتوا تعرفوا مثلا النوع، انها نوع كويس، وان هي مواصفاتها ايه وامكانياتها ايه. طبعا هنا بتاعت درجات الحراره زي اي مكوه. بالنسبه للضمان وخدمه ما بعد البيع والكلام ده، هي بضمان العربي توشيبا العربي، وهي ضمان سنتين لو واخدين بالكم. بس عامة الأجهزة الصغيرة دي يعني مش بيكون لها ضمان كبير، يعني مش زي مثلا فريزر أو تلاجة بيبقى 7 و10 سنين وكده. ودي كان أول حاجة. هجيب لكم بقى المروحة. المروحة طبعا هي لسه متقفلة، أنا مفتحتهاش خالص ولا شفتها، أنا شفتها بس في المعرض وأنا بشتري لو واخدين بالكم. كاسل. المواصفات برضو، هي 18 بوصة لو باين من ده. وهي بستاند طويل زي ما انتم شايفين، وفي من تحت. اكتر حاجة تعجبني فيها الحركة بتاعت الستاند بتاعها من تحت، وكمان معاها ريموت فيها اللي هي بتظبطيها على 4 ساعات، وفي كمان هي 3 سرعات وفيها ريموت طبعا. يعني المواصفات كويسة على اساس ان انتي المراوح برضو من الحاجات اللي بتكون اجهزة صغيرة كده، مش مثلا بيكون معاها ضمان كبير ولا بتكون اسعارها برضو غالية. مش فاكرة الحقيقة سعرها كام، لو افتكرت هكتبهولكم على على الشاشة لو عملت له مونتاج. بس كده تعالوا بقى نفتحها عشان كمان عايزة اشوفها. انا بصراحة بفتح الحاجات دي واخويا مش بيرضى ان هو يقفلها لي، لان انا مش ببقى عارفة ان انا اقفلها تاني. يعني هو المفروض يعني ان هو لما انا افتحها معرفش اقفلها وهي كده، بس هو برضه دايما بيعمل لي الحاجات دي، ودايما زلني ان انا حاطه الاجهزه بتاعتي عنده في الاوضه بتاعته. فبحاول ان انا اعتمد على نفسي على قد ما اقدر. بسم الله. فهي بتيجي طبعا متفككه حتت. انا عايزه اوريكم بس المقاس 18 ده، مقاس كبير ما هوش صغير، حلو يعني. انا مش هفك الاكياس طبعا، بس بوريكم بس الحجم بيكون قد ايه. شايفينها طبعا كبيره بالشكل ده.
هي لونها اسود. انت حاولي تجيبي الاجهزه، يعني حاولي انت دايما اجهزتك تكوني بتجيبيها على شكل واحد يعني او لون واحد، ما تكتريش في الالوان عشان تبقى الحاجه منظمه. ايه بس هي بتكون بعد كده بقى اللي هي الاجزاء اللي هي العمود بتاعها بيبقى ايه معدن على فكره، مش بلاستيك. بتكون الاجزاء بتاعتها كده ايه، ودي اللي هو الموتور نفسه. هو المفروض ان هو موتور نحاسي تقريبا علشان ما يصديش او يحصل له حاجه. وكمان الجسم نفسه، المروحه نفسها، الدايره بتاعتها دي برضو اللي هي الجزء اللي بيطلع اللي فيه الريش وكده، هما 5 ريش وبيكون برضو مدهون بمواد عازله يعني عشان مش هيصدي بعد كده. اول حاجه دي القاعده الاساسيه بتاعتها، ايه بتكون القاعده زي ما انتم شايفين بالشكل ده على شكل حرف اس، إيه يعني مش دايره مغلقه، لا بتكون مفصوله كده. إيه لو واخدين بالكم من هنا، المكان هنا مفتوح مش كامل. إيه وبيبدا بقى من هنا يتركب فيها المواسير والحاجات بتاعتها دي، ومعاها الريموت كنترول بتاعها. إيه طبعا دي بتكون حاجه كويسه يعني من حاجات الاوبشنز الكويسه في المراوح. ودي حاجه برضو اللي هي بتتركب في النص من قدام. إيه بصوا بقى المشكله دلوقتي ان في ناس بتقول مثلا تجيبوا كام مروحه والكلام ده. إيه انا عامه جبت واحده بس، سمعت بعد كده ان في ناس بتقولوا بيجيبوا مروحتين إيه وحاجات غريبه كده، بس انا بصراحه يعني بقول ان هي واحده كفايه. يعني هو المفروض ان إيه لو في مثلا تكييف في الشقه او كده ومعاه المروحه، لو ما فيش بقى بصراحه هتبقى إيه صعبه شويه لو عندك ضيوف مثلا او حد هيبات عندك، فهتحتاج ان يكون في مروحتين خاصه في الصيف. يعني انا في الصيف بقول لا لازم واحد يجيب مروحتين لو مفيش تكييفات، لكن في الشتاء بقول لا هي كفايه مروحه واحده. فانا عامه جبت واحده، ولما اعرف بعد كده بقى النظام هيكون ايه، يعني هيكون في تكييفات ولا مفيش والكلام ده، ابقى احدد لو هجيب واحده ثانيه ولا لا. فانتوا قولوا لنا بقى في الكومنتات هو فعلا بيجيبوا كام مروحه يعني. بس انا لحد دلوقتي انا مقتنعه ان هي مروحه واحده كفايه، يعني اشمعنى احنا يعني نتحمل الازمه دي لوحدنا طالما مثلا خطيبك او كده مش هيجيب هو تكييف، طب ليه احنا نجيب مروحتين؟ ايه خلاص هو يجيب المروحه الثانيه. دي وجهه نظري يعني. ايه حاجه كمان بس نسيت اقولها لكم، الجزء ده لما تجيبوه بيكون طبعا ده معدن، لكن الريش اللي بتكون جوه لو واخدين بالكم ان هي الجزء اللي بيلف نفسه ده بيكون بلاستيك افضل كتير كتير جدا من ان هو يكون معدن. لان عند اختي الجزء اللي هو بيكون الريش بتاعتها معدن بتعمل صوت فظيع جدا جدا مش هتستحملوها، تحس طول الوقت ان في ازعاج كده في البيت. فانت خلي بالك انت بتجيبيها ايا كان النوع اللي انت هتجيبيه، لو مش مقتنعه بالنوع ده اس اوكي حاجه ترجع لك انت، لكن ايا كان النوع اللي هتجيبيه هات المقاس 18 الى حد ما معقول يعني كويس، وهات الريش بتاعتها تكون اللي هي البلاستيك او اكليرك او اي نوع يعني، المهم انها ما تكونش اللي هي ستانلس او معدن علشان ده بيعمل صوت مزعج قوي مش هتقدري تستحمليها، تحسي طول الوقت ان انت كانك قاعده في مصنع كده حاجه شغاله دايما عامله وش ومش هترتاحي معاها خالص. فدي حاجه قلت لكم تخلي بالكم منها. بصوا الحقيقه انا ما قدرتش ان انا ما افتحهاش، بس عايزه اوريكم الحاجات اللي بتكون هنا. ده طبعا هي مقلوبه بس عشان الطول بتاعها من هنا من تحت. بس بيكون دي الزراير بتاعتها شكلها حلو جدا جدا وانيقه كده وحلوه. ودي زي الشاشه تقريبا، دي اعتقد بانها تكون بتقيد يعني، ولما انت تشغليها عشان الريموت تعرفي تظبطي وتتحكمي يطلع لك هنا انت بتختاري ايه بالظبط. فحبيت اوريكم برضو الشكل بتاعها، بيكون شكلها شيك كده سيلفر في اسود، وشكلها انيق يعني، والزراير بتاعتها كل حاجه شكلها شيك قوي. ده بيكون الشكل النهائي بتاعها، وده السيريال نمبر او الكود بتاعها علشان لو انت عايزه تجيبي نفس المنتج ده بالظبط. لما تروحي اي معرض بتاع ادوات كهربائيه تديله الرقم ده هيطلع لك نفس الجهاز بنفس الاوبشنز بتاعته. دي حاجه مهمه في الاجهزه، كل جهاز بيكون ليه رقم وحروف كده علشان بيكون كل موديل مختلف عن التاني، وبيكون ده شكلها النهائي من بره. وهي بضمان الشركه العربيه التجاريه لو واخدين بالكم المكتوب عليها، وليهم عنوانهم كاتبينه برضو في الضمان، بيكون في شارع عبد العزيز. وده بيكون الريموت كنترول بتاعها، هو حاجه كده صغننه. وفي برضو الحاجات هتحكمي بيها اكيد كلكم عارفينها، معظم المراوح دلوقتي اصلا بريموت، بس يعني لو ما انتش عارفه الاوبشن ده خلي بالك انت بتجيبي ان هو يعني بيكون حاجه حلوه يعني. بس كده الفيديو كان بسيط وسريع، يا رب يكونوا استفدتوا منه حاجه، وما تنسوش تعملوا لايك، واللي شافني لاول مره بليز يشترك في القناه ويفعل الجرس
عشان تتابعوا معايا باقي الفيديوهات، ويستنوني ان شاء الله فيديو جديد قريب جدا. باي باي.